شوف دلوقتي قبل ما نطلع للفقرة التالية مشاهدينا، الحقيقة صالون الصباح ناقش مستقبل الإعلام في مصر، والحقيقة ده اللي أقامته جريدة الصباح، الصالون الشهري اللي بتقيمه كل شهر تحت عنوان تحديات الواقع الإعلامي وتطلعات المستقبل. ناقش عدد الحقيقة من المحاور المتعلقة بمستقبل الإعلام بشكل عام ودوره في المرحلة المقبلة وعملية التوازن بين الإعلام والدولة والجمهور، وتم اتخاذ الانتخابات الرئاسية نموذج. نشوف التقرير ونعود وأزمة أوبر وكريم. كلمة إعلام يعني تعلم الآخر، تعلمه بالحقيقة ولا تتجاوزها ولا توظفها لصالحك. يعني أنت بتقول الحقيقة مهما كانت. أنا اشتغلت قبل كده في إذاعة أجنبية وكانت يعني خدت صيت جامد جدا جدا، لأنه كنا بنقول كل حاجة على طول. يعني لما جت وقفت بقى الحكاية دي بعد الغزو الأمريكي المدمر للعراق، اللي راحوا يعملوا ديمقراطية فعملوا خراب. فاللي حصل ان في الوقت ده بقى بعد الوقت ده بدأوا يملوا مصطلحات معينة وطريقة معينة. عايزين نأكد ان مفيش تعارض اساسا بين الحريات والامن القومي، على عكس ما ناس كتير قد تكون فاهمة غير كده. طب التوازن ده بنحققه ازاي؟ ان الناس اللي بتشتغل في مجال الاعلام مهم جدا 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 ندرسوا امن قومي، سواء بيدرسوا ده في مرحلة الدراسة. الناس اللي بتبقى في كليات الإعلام لازم مادة الأمن القومي تبقى جزء أساسي ورئيسي من المناهج. الحاجة التانية لو ما لحقوش ده فترة الدراسة، الناس بقى اللي اتخرجت وما إلى ذلك، يبقى بالتعاون مع أكاديمية نصر العسكرية لازم يحصلوا على دورات في الأمن القومي، لأن مهم جدا في ثوابت لازم نبقى عارفينها. هو الإعلام محتاج عموما على الأقل في الفترة الحالية محتاجين الخطوة اللي جاية حالة من التنظيم، عايزين مجموعة من التشريعات اللي بتنظم العملية الإعلامية بحيث إنه نكون قريبين للمواطن بشكل حقيقي، يكون عندنا مصدر رئيسي وحقيقي للمعلومات. يعني مش ممكن الإعلام يفضل يدور حوالين نفسه عشان يجيب أصل المعلومة من المصدر وما يعرفش يوصل لها. مهم جدا أن الإعلام المصري يتولى دوره في عملية التحصين العقل المصري وعقول الشباب ضد محاولات الاستقطاب عن طريق التوعية السياسية والتوعية الثقافية والتوعية الاقتصادية، بحيث يكون هناك رؤية أو معلومات دقيقة وثقافة عامة لدى الرأي العام تسهم في أن تكون حصانة لديه ضد محاولات الاستقطاب. على الإعلام أن هو لا نتوقف لحظة عن توعية الجماهير أن الحكاية ما هيش مجرد انتخابات رئاسية ونختار مين ولا مين، لا، الحكاية للبلد. احنا بنختار الوطن، بنختار مصر، وبالتالي كل ما نقدر نطلع بأكبر عدد من الجماهير بالملايين زي الملايين بتوع ثورة يونيو وثورة يناير اللي بهرنا بيهم العالم كله، لو عملنا ده المرة دي كمان معناها بنقول لأعداء مصر في الداخل والخارج انسوا بقى أي محاولات جديدة، لأن شعبنا بهذه القوة وبهذا الاصطفاف وبهذا الإصرار أكبر بكثير جدا من أن تنجح أي مؤامرة أو أي مخطط من قبلكم.